صلى الله عليكم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل علم أهل الطب بالجنين أو أنه حي أو ميت أو أنه أنثى أو ذكر، هل هذا يعتبر من علم الغيب الذي يكشف؟ هل إيش؟ يقول: علم أهل الطب بالجنين هل هو حي أو ميت أو أنه ذكر أو أنثى، هل هذا من علم الطب الذي من علم الغيب الذي يكفر صاحبه بادعائه؟ يا أخي، ما يعلمونه إلا بواسطة الأشعة، بواسطة الأشعة، ما يعلمونه بدون أشعة، ولا يدرون وش اللي في البطن. أما إذا كان بالأشعة صار حكم الظاهر، كما لو ولدته أمه عرف، إذا ولدته أمه عرف، كذلك إذا أظهرته الأشعة عرف. هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم إذا عرفوا أنه ذكر أو أنثى أو حي أو ميت، هل يعلمون أنه شقي أو سعيد؟ هل يعلمون أنه يستمر على الحياة أو يموت؟ هل يعلمون عن أجله؟ هل يعلمون عن رزقه؟ كل هذا لا يعلمونه. نعم.